نارية بكرة. بدأت أحداث الفترة الرابعة أعزائي المشاهدين، والكرة مع الحلواني وداخل الحلواني ويصوب ويسجل الحلواني. فرص فرص للغايش، الغايش طالع له القراش يعمل له ستار، ولكن فضل إنه يصوب ثلاثية الغايش لسليم معتز اسمه سليم السلمي. وتصويبة ثلاثية حسن عامر. 3-2، 4-2، ويلعبها بره وراحت، وتصويبة ثلاثية ثلاثية حسن عامر الحلواني، وتصويبة. يا سلام يا حلواني يا حلواني يا حلواني، يا سلام يا حلواني، عشان يلحقها سليم لسيف، وسيف يطلع الكرة لسه تاني اتقطعت ورجعت له، وتصويبة من سليم ثلاثية ثلاثية سليم، أول ثلاثية. وأبنائنا ومتعة وسهرة جميلة، يعني اللي هيفوز هنقول له مبروك سواء من هنا أو من هنا. ومحاولة ونقطتين لسليم وقع للحلواني. الحلواني بيمو وعايز يعدي، هيدي للحديدي ولا هيعدي؟ لعب للحديدي، الحديدي يلعبها لحمزه، وحمزه داخل وطالع لوحده وبيصوب بين الاهلي وسبورتنج وسموحه. ده في حاله لو سموحه كسب الاتحاد بالظبط، برضه هي فيها حسبه كده وهنشوف. والثلاثيه